الله يرحم والديك. شي حد هنا كيوصل القيد حطه بوجهه. علاش انا ما نفضحش الفزر؟ نفضحهم. كنقول الواقع، كنقول داكشي اللي كاين. انا ما غاديش نسكتوا، حنا راه غادي نضحيو بالغالي والنفيس. القديم يصورني ويدير قايد ما غيستافد حتى شي حاجه، نوضي هاد مهداي. هاد الناس اللي كيجريو في هاد الخراب هذا كلهم مكتوبين. هاد الناس راهم دعيناهم الله سبحانه وتعالى الله ياخذ فيهم حق. الاجراءات اللي هي قانونيه باش يعطيونا حقنا. علاش قاسيني ورقه الهد فيها سميت عمران النمره المسائل وما داير معايا والو مدخلني نديمج. التعنت ديال السلطات وهذا الشيء المرض ديالو كامل للرشوه المتفشيه في عماله البرنوصي. راه اللي بغيو يجيو يحصيو راه جاو جابوا لابسين سراول تري سراو خرجوا عامرين جاكيرا خرجوا عامرين. شكون عاطي الفلوس؟ لا بالنسبه لهاد الناس ديال البرنوصي، هاد الناس اللي خرجوا من العماله ديال البرنوصي اللي كانوا ساكنين في دور الصفيح ساكتين خايفين، كل واحد خايف على راسه. علاش انا ما نفضحش الفزر؟ نفضحهم اش غيديروا ليا؟ نروح عند الله سبحانه وتعالى نهار كتابيا نروح عند عبد الله سبحانه وتعالى اللي غيديرها. اولا هاد الغطرسه وهاد التسلط ديال السلطات اللي بلات كتعب النار. حنا عام حنا كيعرفوا ان احنا الساكنه ديال الدول العربيه بالمشيك كلها كانت كتعيش غير من البحر ومن الحي الصناعي، والاغلب ديال العائلات كاع ما عندهاش. حنا عام دابا وحنا كارين، ومازال هاد السلطات باقا كتعب وباقا كتلعب بالنار. حنا بصفتنا كساكنه راه حنا ما غاديش نسكتوا، وراه حنا ما غاديش نسكتوا، حنا راه غادي نضحيوا بالغالي والنفيس من اجل كل شيء الساكنه ديالنا تستافد والحقوق ديالنا ناخذوها. حنا راه ما غاديينش نخليو شي واحد ورانا. حنا راه عطينا وعد على نفسنا فاش بدات المظاهرات باش كل واحد اللي كيستحق الحق ديالو غياخذ. وهاد الناس راهم دعيناهم الله سبحانه وتعالى الله ياخذ فيهم الحق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. راه كلهم عارفين الرسم، راه ما غايشوفوا دابا الفيديوهات عارفين الرسم. الناس راه شرات البقع الارضيه بالملايير، الناس راه ما عرفتي كتخزن الاموال ديالها. ولكن حنا درنا شكايات والديوان الملكي الداخليه الولايه كنحضروا فيها من هاد الناس هادو، وباقي للاسف هما اللي كنشوفوا ما عرفناش واش هاد الشكايات كاين شي حد كيضرهم ما كيجاوبوش عليهم باقي ما عرفناش. ولكن حنا غادي نباشروا في شكايات اخرين تذكير، لان باقي عندنا كوبيات ديال الشكايات ونديروا فيهم تذكير بداكشي اللي كان واقع بيننا وبين هاد الناس اللي على راس هاد السلطه المحليه اللي كاينه هنايا اللي كيديروا هاد الغطرسه وهاد الاستغلال المنصب ديالو باش كيقضي المآرب ديالو بطريقه يعني مشبوهه. راه ماشي هذا هو الحل، انا نعطيك راه ماشي حل. واش انا تقول ابني انايا باش تربح على داري انا في بارطما ولادي؟ راه غيقول بك هو في الاخر، غيقول بك هو اصلا غيتقول في الاخر ما عارفاش هو الطبيب. الله يرحم والديك. شي حد هنا كيوصل القيد حطه بوجهه. انا من انا واحد منكم، انا نعرف شي واحد قال القيد يجي يقول يوسف السيد هذا جيتو عند القيد اشنو كاين فلاش غادي نبقى نضرك عليه ونخزن عليه؟ ينوضي حيدو الحدايا القديم يصورني ودي القيد ما غيستافد حتى شي حاجه، ينوضي حيد من هدايا وما غيستافدش وانا ما غنستافدش، غنبقاو ديما في مشاكل بحال مو اللهم يحفظك. راه هاد الناس ديال السلطه راه تعدوا على الدراري واش ساكن كيضربوا مع كيضربوا مع المعيشه وزيدين بحال داك اللي غارق ومركين عليه من الفوق. هو غارق ومركين عليه مهبطين للقاع لتحت. نسال الله سبحانه وتعالى يهديهم، ان سبق في علم الله الهدايه الله يهديهم، وان كان غير ذلك الله يتولى امرهم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عملنا سوء وظلمنا انفسنا فاحصينا فينا ولا يخرج ذنوبا الا انت. الساكنه ديال الدوار العربي بن مشيك سابقا احنا في اطار ديال اعاده ايواء قاطني دور الصفيح كان عندنا صراع مع السلطات خصوصا عماله البرنوصي سلطه الوصايه في شخص الكاتب العام اللي مشى بحاله في الباشا ديال الحي الصناعي ورئيس القائد ديال المقاطعه 45 الشاطئ. كانت معهم صراعات ديال طريقه اعاده ايواء هذه الساكنه. اولا كانت معنا جلسات، ما هي الاستفاده؟ طريقه الاستفاده؟ كيفيه الاستفاده؟ فين غنمشي وكيفاش؟ شكون اللي غيستافد؟ كانت معنا مفاوضات، بركنا معاهم طاوله مفاوضات، عطاونا بانهم غاديين يفكوا معانا، باقيين ما فكوش معانا، عام وشهر دابا باقيين ما فكوش معانا. دمجونا الناس ما ساكنينش معانا، عطاوهم اولاد السيكتور اللي كيستحقوا الاستفاده ما عطاوش. والعالم كامل كيعرف ان القدره الشرائيه ديال هاد الساكنه الله اكبر لا اله الا الله. عام وحنا باقيين كنتسناو وباقيين ندمجوا لنا شي بشي. وهاد التعنت ديال السلطات وهاد الشيء المرض ديالو كامل للرشوه المتفشيه في عماله
البرنوصي حنا كنطالبوا من وزير الداخليه عبد الوافي الفتيت يوقف شخصيا ويجي لعماله البرنوصي ويفتح تحقيق عام وشوفوني حول هذه الخروقات اللي كتعرفها العماله ديالنا وهاد العادات اللي تعدد هذا المواطن. هانتوما اللي كتسمعوا دابا التطبيقات ديالو، هذا المواطن عام والشهر هو كاري، وراكم نتوما كتعرفوا الحاله ضعيفه، وكنا ساكنين حدا البحر وكان القود ديالنا هو البحر، وكنا خاتمه وسط الحي الصناعي لاحونا. جيت السبيد ديال سيدي حجاج لا ما لا هواء. احنا مواطنين مغاربه، احنا ملكيين، وهادشي اللي كيديروا معانا راه لا اله الا الله. كنطالبوا من هاد الناس يراعيوا الحاله الماديه ديال هاد الساكنه، يراعيوا لهاد الشباب اللي غادي يمشي غيضحي، وراعيوا لهاد الشياب اللي الحاله لا ضعيفه. يعني راه كاينه خروقات في هاد الباب هذا، جندو ثلاث ان شاء الله كما قلتوا 15 في شهر 10، حنا والابناء ديالنا ووليداتنا والعيالات، الناس كبار رجاله كبار لافتات موجودين، كل شيء اللي كيضركم نتوما مكتوب، وهاد الناس اللي كيجريو في هاد الخراب هذا كلهم مكتوبين. يعني غنفضحوهم يا اما حنا يا اما هما. اذا كان كما درنا على قبل هاد الناس هادو الله يهديهم، نتمنى لهم الهدايه من عند الله سبحانه وتعالى في هذه الساعه هذه، ودرناهم على قبل هاد التلاعبات اللي داروا معنا وهاد الخشونه وهاد الطرد اللي تلقيناه مؤخرا، وراه حنا غادي ناخذوا معهم واحد الاجراءات اللازمه، واحد الاجراءات اللي هي قانونيه باش يعطيونا حقنا. علاش عطيتيني ورقه ديال هادو فيها سميتي عمران النمره المسائل وما داير معايا والو، مدخلني ديماج وعطي الوالده ورقه الهد، خوتي كاملين واحد واحد ورقه الهد مقعدوا اللي غيسمي يستافدوا، وما كاين والو. عام هادي على قدو ما كاين حتى شي حاجه والو. واش بغا نمشي نعطي انا مليون ولا عطيتو مليون؟ راه غندسترو على واحد اخر ما يعطيش المليون. راه هي دي تصارة. هذاك غيجيب واحد اخر تا هو متريكش وغيعطيش المليون، وراه دي راه هي تصارة راه بزاف. راه اللهم هذا لا منكر اخو يوسف، والله ما نكذب عليك بالله راه بزاف. لأني كيجبد من رزقه ومن فلوس ولادو، وما كاسيش ولده، ولده بقى ما كاسيش، كاين شي وحدين راه لا اله الا الله العفو منه، ما كاسيش ولده ما كيعطيش ما ياكل، وغادي يعطي غادي يليك 2000 درهم ولا 4000 درهم، علاش عطيها لي؟ علاش هو؟ نزيد انا في ولادو متابع على القضيه ديالي راسي انا مع الناس ونعيش معاهم بخير. حنا وسط الكاريات، عشنا وسط الكاريات، غنبقاو ديما وسط الكاريات، تمشيو لهذيك البلاصه ان شاء الله وغنتجمعوا تمايا. علاش غتجمع مع واحد انا هنا باقي يسجل فيا وهادي بزاف هادشي والله حتى بزاف. حنا راه كنهضروا على حقنا مشروع، راه ما يمكنش السيد عنده 67 سنه ونصيفطو نقول يسير مع امك، لا يعقل لا يعقل. السيد عنده 67 سنه ونصيفطو مع امو، والسيد عنده 54 سنه ونصيفطو مع امو، وخاصو مازال تا هو مسكين مستقبل وعنده سكن مستقل، مع العلم ان خروقات خطيره دار في الاحصاء، راه كلكم عارفينها الخروقات اللي دارت في الاحصاء. الناس ديال السلطه ملي وقفنا معاهم قال لك نحملوا المسؤوليه للشيخ، والشيخ معنا خدام، خدام معايا انا يا خدام معاكم نتوما، نتوما صيفطوا الشيخ وصيفطوا القيد وتبعوهم من وراهم، راقبوا العمل ديالهم، ماشي الشيخ يدخل سروالو هابط مع جيبو يخرج من فوق، ما يمكنش. حنا شفنا كلشي، نهار اللي بغاو يجيو يحصيو راه جابوا لابسين سراول تري، سراول خرجوا عامرين، جاكيطات خرجوا عامرين، شكون عاطي الفلوس؟ هاك عافاك واحد بنتي راه غنجيبها، هاك عافاك واحد ولدي راه غنجيبو، راه ماشي معقول. راه حنا اللي كنحفروا لبعضياتنا، هذاك الشيخ ولا هذاك اللي تابعو اللي كبر منه ولا اللي كبر منهم اللي مسؤولين على هذه المنطقه ديال الحي الصناعي، راه خاصهم المحاسبه، خاصهم المحاسبه. الا كانوا فعلا نيت خارقين القانون والمحاسبه اللي غتقولها راه خاصهم يترباو، والا كانوا نزهاء خاصنا حنا نمشيو للحبس. يعني حنا كنكذبوا. الخطوه التسعيريه هو ان شاء الله نهار 3/15 شهر 10 ان شاء الله، الا ما فتحت معنا السلطات قنوات ديال الاتصال وقنوات ديال الحوار، راه غادي يكون احتجاجات عارمه امام البشويه ديال الحي الصناعي، واللي دار الله هي اللي كاين. نهار 15 في شهر 10 امام مقر البشويه احتجاج على الحق ديالهم المسلوب. عندنا شرطين، الشرط الاول يستافدوا الناس
اللي كانوا تقبلوا، لان الاحصاء كان فيه واحد تجاوز خطير، الاحصاء كان فيه تجاوز خطير، ووصلنا الناس ديال العماله والناس ديال الداخليه بان الاحصاء راه داز كان فيه تجاوزات، وتفهموا الوضع ديالنا واعترفوا بالاخطاء ديالهم، الناس ديال التسليم اعترفوا بان ذاك العون ديال السلطه اللي هو الشيخ بانه ارتكب خطا مهني يعني خطير، وحاولوا هما باش يرجعوا، حاولوا هما باش يعاودوا يدخلوا الناس لتغفلات. وحنا تكلفنا بالناس ديال الدوار، يعني جمعناهم كاملين الناس اللي تغفلوا ما تحصوش، وعطيناهم السلطات المحليه خدموا عليهم، شي وحدين دوزوهم شي وحدين ما دوزوهم، شي وحدين فيهم علامات استفهام، هما علاش تجمعنا دابا غنهضروا ان شاء الله مستقبلا في هذا الموضوع هذا. وهذا الشيء اللي كاين، تحيه للجميع وتحيه للسي رشيد الواجهه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا معنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.